فأتمنى كده الصوت يكون اشتغل، ولو حد بس يقدر إن هو يكتب لي في الكومنتس إذا كان الصوت واضح دلوقتي ولا لأ عشان أقدر أفهم. طيب بعتذر جدا، سريعا بقى علشان نقدر نعوض الوقت اللي راح دوت. الطياره بدون طيار هي مجرد بلاتفورم فاضي، انا بقدر احط عليه الكاميرا اللي انا عايزها، او اقدر احط عليه كمان السنسور اللي انا عايزه، مش شرط تكون كاميرا. تعرفنا للكاميرا هي الكاميرا بتصور صور او بتصور فيديو بالسبع اطياف ضوئيه، ولكن الكاميرات تعتبر ليها انواع كتير جدا، منها الكاميرات اللي بتشتغل بالبصمه الضيفيه، او الكاميرات الحراريه، او يمكن كاميرات تصوير الليزر. استعرض كل ده، بس عايزين نعرف ان الطياره بدون طيار هي مجرد بلاتفورم، انا بحط عليه البيلود او الكاميرا اللي انا عايزها، ممكن كمان احط عليها كمبيوتر صغير او داتا بروسيسنج يونت اقدر من خلالها اخلي الطياره تعمل لي فانكشن معين. سريعا، في طيارات بتطور فيديو، في طيارات بيكون عليها دول جي ان اس اس او جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم، بيتيح لي ان هو يشتغل بنظام الار تي كي او البي بي كي اللي بيخليني اقدر اوصل للسيرفيينج جريد او دقه السنتيمتر في الرفع او في التوقيع. في طيارات تانية تقدر تتحمل عليه اكتر من بيلود، يخليني اقدر ان انا اعمل اكتر من فانكشن في نفس الوقت، زي الكاميرات الرؤيه الليليه او كاميرات الزوم مع بعض. في طيارات بتقدر تشيل بيلود تقيل جدا ممكن يوصل لغايه 6 كيلو، واقدر احمل عليها اي سنسور او اي كاميرا انا عايزها. في طيارات مش بس هيفي ليفتر ممكن تشيل لغايه 10 او 12 كيلو، لا ده انا ممكن كمان احط فيها صندوق انقل بيه كيس دم، انقل بيه مثلا اسعافات اوليه لشخص موجود في مكان لغايه ما اقدر ان انا اوصل له. في طيارات كمان بترش مبيدات عشان اقدر ان انا اقلل من استخدام المبيدات، يعني ممكن الطياره يكون عليها كاميرا اوت سبيكتر تشوف المشكله اللي موجوده في المحصول وترش كمان الشجره دي بس او الجزء المصاب فقط بالمبيد اللي انا عايزه. ده طبعا بيوفر وقت ويوفر كتير برضو في صحه المستخدمين بتوع الغذاء، لان لما بيكون المبيدات نسبتها اقل بيكون الغذاء صحي. دي طلبات يمكن كلنا بنشوفها في تصوير الماتشات او في بعض الدول كمان مسموح استخدامها للمواطنين. دي طيارات النهارده نقدر نستخدمها كمان للفوتوغرامتري، او لو احنا مهندسين، مش هنقول بس مهندسين مساحه، لان الطيارات بدون طيار النهارده وتطبيقاتها والمساحه كمان قدرت ان هي تخدم جميع التخصصات. في طيارات فيكسد وينج او طيارات اماميه بتطلع وبتنزل بشكل راسي وبتطير بشكل امامي لغايه ساعه او ساعتين، وفي طيارات ثانيه ممكن تطير معاك لغايه 8 ساعات. والتكنولوجي يعني هاز نو ليميت، النهارده في حاجات بتطير 12 ساعة، وفي طيارات بتقفل 24 ساعة من خلال خلايا طاقة شمسية وممكن تتحكم فيها عن طريق الساتلايت كوميونيكيشن. طيب احنا اتفقنا ان الطيارة مجرد بلاتفورم، البلاتفورم ده انا بحط عليه السنسور اللي انا عايزه، فهنعتبر الطيارة زيها زي الترايبود بالظبط. انا ممكن احط السنسور بتاعي على ترايبود، وممكن احطه على عربية تتحرك، احطه على كتفي اتحرك انا بشكل موبايل اندور، ممكن احطه على طياره دون طياره. فالنهارده احنا لو هنبص على الاستشاره عن بعد او على الطرق المختلفه ان انا اقدر اعمل فيها داتا اكوزيشن، مش عايزين نشوف الطيارات بس، ولكن الطيارات طبعا ان هي بتقدر ان هي تحرك روبوت متحرك، روبوت بيطير فبيقدر نعمل فانكشنز كتير، طبعا استخداماته زادت. ممكن احط كاميرا عاديه، ممكن احط كاميرا رؤيه ليليه، ممكن كاميرا زوم تقدر تعمل لي انسبكشن في حقل بترول او في امرجنسي كيس، ممكن احط دول جي ان اس اس علشان اقدر ان انا اوصل للسيرفين جريد. اقدر احط كمان كاميرات ثانيه خالص على الطياره، زي مثلا الطياره اللي عرضناها اللي بتشيل 6 كيلو دي بيبقى عليها جيمبل او عليها حامل، اقدر احط عليها اي كاميرا ممكن تكون موجوده عندي انا بستخدمها بشكل او باخر. النهارده ما بنختصش براند بعينه، احنا بنتكلم بشكل عام، بس يمكن فلير من اهم الكاميرات الرؤيه الليليه او كاميرات الثيرمال او كاميرات الحراريه في العالم، شركه طبعا
معروفه، واحده برضو من اهم التطبيقات التانيه هي تطبيقات البصمه الطيفيه. النهارده دي كره جولف، وده ودي كاميرا البصمه الطيفيه، فاقدر النهارده اوصل لدقه عاليه جدا 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 للمواتير على مستوى 20 و30 متر من خلال سنسور التكنولوجي خليته بقى صغير جدا يمكن يتشال على غير الهدوم. طبعا عندنا كاميرات مختلفه، سواء كاميرات ميديوم فورمات بتصور ب 100 و150 ميجا بكسل، عندنا اجهزه ليزر سكانر. فلو قسمنا السنسورز بسرعه بعيدا عن التصوير العادي او الاطياف المرئيه، في اطياف ثانيه ربنا خلقها، كل المعادن والمواد اللي ربنا خلقها بتعمل ايميشن لاطياف مختلفه. الاطياف دي في كاميرات بتقدر ان هي تحس الاطياف دي بس، وده يقدر يخليني افرق ما بين المعادن المختلفه، او حتى لو حد فينا اي حد فينا سافر مثلا دخل الاتحاد الاوروبي، ممكن ساعات بتلاقي خد كده من عينه من على القميص او من على الشنطه او من على ايدك او من عند الكم وحطها تحت كاميرا، دي كاميرا بصمه طيفيه، هو بيدور على تي ان تي او اي ماده متفجره. فانت كنت في اي مكان اتحطيت فيه ماده متفجره، هو هيقدر يكتشف الذره اللي ممكن تكون جت على القميص عندك، ويقدر بعد كده يفتشه. بنفس الاسلوب ده اقدر ان انا اكشف المعادن. طبعا مصر من اغنى الدول في العالم في الثروه المحجريه، يمكن في دلوقتي مشروع كبير لا معمول لعمل منظومه متكامله، مش بس لحصر المناجم، ولكن عمل خريطه استثماريه ان الدوله تقدر تستفيد بالموارد بتاعتها. يمكن هنستعرض المشروع في اخر 10 دقائق من المحاضره. ده كان باسيف سنسور، يعني انا بقدر ان انا احس الداتا اللي احس الداتا اوريدي جايه لي من الانفايرمنت. الاكتيف سنسور زي الليزر سكاننج او اللايدار، لما بنقول ان الليزر سكانر محطوط على ترايبود بنسميه ليزر سكانر، لما بيتحط على عربيه او على طياره بيتحول الترم كلمه لايدار او الابريفيشن لايدار اللي هو لايت ديتكشن اند رينجنج. انا بقدر ان انا استخدم التكنولوجيا دي ان انا ابعت ليزر بيمز عددها ممكن يوصل لنص مليون او للمليون او ساعات للاثنين مليون ليزر بيم في الثانيه، واستقبل عدد مهول من النقط يقدر يعمل لي تمثيل دقيق ممكن يوصل لخمسه وسته مللي في الدقيق. طبعا ده برضه هنشوف له تطبيق. يمكن الطياره دي موجوده في مصر عند القوات المسلحه، احنا عندنا الحمد لله اكفأ واقوى واهم الاجهزه في العالم موجوده عندنا من خلال هيئه الاسعار عن بعد، او المساحه العسكريه او المساحه المدنيه او القوات الجويه وغيرها من الجهات اللي زي يمكن هيئه المواد النوويه. كل دي جهات عندها اعلى تكنولوجيا موجوده في العالم، والحمد لله احنا من الدول السباقه في المجال ده. هنتكلم بقى على تخصصنا. يمكن دي واحده من الطيارات المهمه اللي سعرها رخيص جدا، يمكن تحت ال 10,000 دولار. احنا كلنا يمكن عارفين الطياره دي، طياره اسمها فانتوم، طياره من شركه صينيه، لكن احنا عارفينها من غير الانتنة. النهارده لما اتركبت عليها الانتنة دي بقت طياره تقدر ان هي تجيب لي دقه توصل من 2 ل 5 سم من خلال ريدندنت جي ان اس اس او جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم. كلنا عارفين طبعا ان منظومه الجي بي اس دي منظومه امريكيه، في منظومه الجلونس دي منظومه روسيه، في جاليليو دي منظومه اوروبيه، في بدو دي منظومه صينيه. النهارده ما عندنا جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستمز which mean more than one system، فبقدر ان انا استقبل عدد مهول من الاقمار، واقدر من خلاله ان انا اجيب دقه عاليه سواء كنت جنب مبنى او تحت شجر كثيف. نرجع للطياره ديت. بالطياره دي بتقدر ان هي تصور صور، هنقول لو انا شغال باكيورسي 1 سنتي يعني بلس اور ماينس 1 سنتيمتر يعني 2 سنتيمتر، لو رحت وصلت يعني ان انا في الزد ممكن اوصل ل2 او 3 او حتى 5 سنتي. فالطياره دي بتصور لي صور كالبريتد لان هي عليها ميكانيكال شاتر، وفي كالبريشن معمول للعدسه مع السنتر بتاع الانتنة، فبتديني صور دقيقه جدا جدا جدا، وبقدر اعرف كل بيكسل او كل مربع موجود في الصوره، اقدر اعرف احداثياته ايه، وبالتالي اعرف استخدمها في الفوتوجرامتري. نفس الكونسبت اللي درسناه كلنا لو معانا مهندسين مساحه، نفس الكونسبت اقدر اطلع منه اشكال ثلاثيه الابعاد عاليه الدقه
ويمكن هي دي المغزى بتاعنا لعنوان المحاضرة اللي هو Digital Twins أو Reality Model. طبعا دي مواصفات لانه موجوده اونلاين نقدر كلنا نخش عليها. طبعا لو احنا بنتكلم ان انا اقدر بسيستم ما يتعداش ثمنه 130 او 150 الف جنيه اوصل ان انا اكون كواليفايد من جهه زي ذا ايمجينج اند جيو سبيشال انفورميشن سوسايتي ان هي بتطلع اكيورسي محترمه، فده بيدي افاق جديده للاستخدامات المختلفه. النهارده ما بقاش لازم احط في الارض جراوند كنترول بوينت وان انا ارفعها بعد كده بجي بي اس علشان اقدر اوصل للدقه العاليه، لا انا اقدر افتح الستيشن بتاعتي واقدر من خلال سوفت وير موجود على الطياره على الريموت بتاع الطياره بعمل لي بلاننج في المنطقه بتاعتي. مجرد ما حطيت الستيشن على نقطه معلومه انا بقدر ارفع كل الفايت بتاعي بدقه عاليه جدا جدا بتوصل من 2 5 سم في الاكس والواي والزد. طيب بسرعه يمكن رحنا من تطبيق قبل ما نسيب الطيارات بدون طياره وندخل في عنوان المحاضره. عندنا طياره لسه نازله الاسبوع اللي فات تعتبر ثوره في مجال الطيارات بدون طيار. الثالث برضه نازله يمكن من نفس الشركه تايكون سي دي جي اي. دي طياره بتقدر ان هي تعمل لي اكثر من فانكشن في نفس الوقت، بدل النهارده انا اطلع فوق برج كهرباء زي ده عشان اعمل انسبكشن او بدل ما ادور لا الطياره دي تقدر تعمل لي اكتر من فانكشن في نفس الوقت. اسمها ماتريس 300 عليها بيلود في اربع كاميرات مع بعض، في كاميرا رؤيه ليليه، في كاميرا عاديه، فيها كاميرا زوم 30 اكس، وفيها ليزر رينج فايندر بتطير لغايه 55 دقيقه. تعتبر طبعا انجاز مرعب في الطيارات المالتي كوبترز او الكواد كوبترز اللي تقدر ان هي كان اخرها تطير مثلا 20 30 دقيقه، النهارده بقدر اوصل ل 55 دقيقه وعليها اربعه سنسورز مع بعض انتجريتد مع سته سنسورز فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وورا علشان تساعدني الطياره لو انا عندي مثلا اعمل مناوره زي اللي قدامنا على الشاشه ديت. انا ممكن لو انا مش طيار ماهر او لو انا واقف بعيد مش قادر اتحكم ممكن الطياره تخبط مني، لكن الطياره نفسها بتقدر ان هي تعدل وضعها على حسب السنسورز. طبعا احنا بنتكلم في تكنولوجي مرعبه. السيريز اللي على الشمال دي فيها كاميرا رؤيه ليليه، السيريز اللي على اليمين ما فيهاش. الطياره سعرها انا بشوفه يعني مناسب جدا جدا جدا. الطياره حوالي سعرها 6000 دولار. الكاميرا اللي من غير رؤيه ليليه 3 4000 دولار، الكاميرا اللي بالرؤيه الاليه حوالي 8 9000 دولار. الارقام دي ما كناش بنشوفها قبل كده، يعني النهارده كنت عشان اوصل السيستم ده ممكن ادفع 30 40 الف دولار، النهارده ب 300 الف جنيه اقدر يكون عندي معده اقدر بيها اعمل انسبكشن لفتره طويله جدا، اقدر اخد باور لاين كامل مثلا اطير حوالي في الساعه دي انا ممكن اطير 10 كيلو وانزلها بعد 10 كيلو يستناني مهندس تاني بريموت تاني ينزل الطياره ويحط فيها بطاريتين تانيين ويطلعها ويطيرها 10 كيلو. في الوقت ده ممكن يكون الطقم الاولاني يتحرك بالعربيه راح استناني بعد 10 كيلو، يعني انا ممكن ارفع 20 30 40 50 كيلو في اليوم مثلا من خط كهرباء اشوف اذا كان في اي مكان او اي او اي في مسمار ناقص او في طبعا عمليات الانقاذ بقى من اهم برضو التطبيقات اللي ممكن نقدر ان احنا نعملها. طبعا الكنترول سنتر اللي احنا شايفينه ده اسمه فلايت هاب. فلايت هاب دي برضو منظومه بنقدر من خلالها ان احنا نقدر نعمل تتابع لعمليات مختلفه. لو عندي 10 20 50 100 طياره بيرفعوا محاجر او بيصوروا كهرباء او بيعملوا امرجنسي بقدر ان اتحكم فيهم كلهم مع بعض. طبعا انا بعرض يمكن الفيديو ده ما بقالوش 3 4 5 ايام نازل. دي زي ليتست تكنولوجي بقدر ان انا اوصل الدرون من 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 نقطه لنقطه ثانيه زي ما قلنا. طبعا في الحرائق مهمه جدا جدا بقدر الطيارات تكون طيار لان انا بقدر اعرف مصدر اللهب فين، بقدر ان انا اتحرك بسرعه للمنطقه، بقدر ان انا اشوف المخزن اللي ورايا اذا كان حصلت فيه مثلا امتداد للنيران ابتدي ابرده. يعني الطيارات بدون طيار بتستخدم في تطبيقات الامرجنسي والبابليك سيفتي بشكل لا غنى عنه. اقدر احط كاميرا فوق او احط كاميرتين مع بعض تحت او احط كاميرا وكشاف. خلاص احنا كنا مستنيين الروبوتس، ما بقاش في روبوتس، بقى في روبوتس بتطير، بقى في دروبوتس. يمكن التطبيقات المختلفه اللي طياره زي دي تقدر تعملها
لا تعد ولا تحصى. بنفس الكاميرا بنفس البيلود اقدر ان انا جهات مختلفه تقدر تستفاد من اختراع زي ده. طيب خلصنا طيارات بدون طيار، واللي احنا متفقين ان هي مجرد بلاتفورم بيشيل لي سنسورز عشان اقدر اعمل بيه فانكشنز. يعني ايه ديجيتال توين؟ ديجيتال توين او توأم رقمي يعتبر هو التطور بتاع البي اي ام او البيلدنج انفورميشن موديلنج اللي مننا درسوا هندسه مدنيه او المهندسين اللي شغالين في مشاريع بره مصر او في المشاريع الكبيره مؤخرا في مصر زي مفاعل الضبعه، ابتدى يبقى فيه ستاندرد او حتى يمكن الكود الايزو اللي هو 19650 او الكود المصري لانتاج معلومات البناء او البيلدنج انفورميشن موديلنج. طبعا بيلدنج هنا مش بمعنى كلمه بناء، هي مش بمعنى كلمه مبنى، هي بمعنى كلمه بناء او بناء قواعد المعلومات اللي ليها علاقه بالموديل. التكنولوجيا دي بتتيح لي ان انا اقدر اتابع الاسيت بتاعي سواء كان طريق سواء كان مصنع سواء كان مدينه كامله من خلال تكنولوجيا رقميه. باخد ديجيتال كوبي من الرياليتي، باخد نسخه من الواقع ادخلها على الكمبيوتر وابتدي احط معلومات مختلفه وابتدي من خلال ده ان انا اعمل عمليات بقى دعم اتخاذ قرار او غيرها من المعلومات المختلفه اللي بتساعدني ان انا اتحكم في المدينه الذكيه. الاكسبريشن هنا اتس ديجيتال ريبريزنتيشن اوف فيزيكال اسيت بروسيس اور ايفن ا سيستم as well as the engineering information that allows us to understand and model its performance. Digital twin can be continuously synchronized from multiple sources, including sensors and continuous surveying to represent its near real-time state. طيب خلينا نتحرك بسرعة ونشوف يعني ايه reality model. طيب انا كده عارض على الشاشه 3 دي موديل لمحقر، انا بحركه بالماوس، ده اترفع عن طريق طياره بدون طيار، واقدر اعمل اي عمليات حسابيه فوليمتريك كالكوليشنز انا عايزها، اعمل حساب كميات حفر او كميات تحجير، اي تطبيق انا عايز اعمله من خلال الرياليتي. ده كده توأم رقمي او ديجيتال توين للمحجر بتاعي. تعالوا ناخد مثال تاني. لو حد فينا راح مدينتي بالصدفه يعني مش علشان الاعلان الاخراني بتاعهم، دي بوابه مدينتي مرفوعه يمكن حوالي الساعه 10 الصبح عشان كده نلاقي في ظل هنا وخيال، وده يعتبر توأم رقمي مماثل للواقع اقدر من خلاله ان انا اشوف اي تعديات موجوده، اقدر اعمل بلاننج، اقدر ان انا اخد قياسات فوليمتريك كالكوليشنز. يعني انا مجرد بس لما دوست على علامه الكالكوليشنز دي الجهاز دلوقتي بيقدر يعمل ريندرنج لكل الكوردينتس اللي موجوده في الموقع ده. بياخد طبعا شغلنا على اللابتوب فاخد حوالي 10 ثواني. اقدر بسهوله لو جيت هنا كده وعايز اعرف اساسيات البلاعه دي او نقطه الصرف دي، مجرد ما اقف عليها كده قال لي ايستنج ونورثنج ومين تيلر على دبليو جي اس 84، ده سوفت وير مساحي 100%. اقدر بسهوله اقدر اعرف عرض الشارع، اقدر بسهوله اعرف المسطح ده البريمتر والاريا بتاعته قد ايه. ممكن اقدر اعمل فوليومتريك كالكوليشن، يعني لو انا الموقع ده عايز اعمل
حصر كميات الحفر والردم دي، سواء انا عايز اشوف المقاول اللي منزل الرمله ديت، او لو انا عايز ارفع الرمله دي اقدر اشوف هنا الاريا والقطو في الفوليومز ومربعها السول. اقدر كمان اعرف اذا كانت الصبه دي في مكانها ولا لا. لو انا سبت مثلا الصبه دي سنه ورجع عايز اغير الاستخدام بتاعها، فعايز اخد الدايمنشنز، انا مجرد وقفت هنا جبت الكوردينتس، مجرد عملت كده قدرت ان انا اجيب تفاصيل الاريا. تطبيقات كتيره جدا جدا جدا. ممكن لو انا شركه بتبيع عقارات اقدر ان انا بشتري اشوف الفيلا دي شايفه فيو شكله عامل ازاي، مجروحه من الباساج اللي هنا ولا لا. في تطبيقات مختلفه جدا 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 نقدر نعملها. لو انا همد مثلا خط كهرباء هنا، او قبل ما او اعمل بلاننج لعمليه الرصف بتاعتي، ابتدي اشوف المنطقه ديت هحفر فيها هنا عشان امشي كابل فايبر. طب مره طالما هحفر ابتدي اصاين المسير اللي موجوده، او ابتدي اعمل حساب الانفراستراكشر اللي موجوده. في تطبيقات كتيره جدا 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 اقدر من خلال كمبيوتر مش قوي زي الجهاز بتاعنا، الجهاز يمكن قديم شويه، اقدر اعمل فيجواليزيشن لمدينه كامله. احنا بنفتح كده فيلادلفيا، جزء كبير من فيلادلفيا بالناطحات السحاب بالشوارع بالكونستراكشن سايتس اللي فيها بكل حاجه. طبعا التكنولوجي دي سكالبل جدا، بتقدر ان هي على حسب الكمبيوتر بتاعي او حسب الجرافيك كارد بتاعي بيقدر ان هو يعمل ريندرنج للتفاصيل في الاريا اللي انا فيها. يعني مجرد لو جيت مثلا على العمارة دي اقدر اشوف تفاصيل نظام التدفئة أو نظام التكييف اللي موجود فوقيها، وأقدر آخد من عليه الميجرمنتس وأقدر أعمل كل حاجة. لو نزلت على المبنى ده أقدر أشوف الواجهة بتاعته، ممكن بدقة مش عالية جدا لأن أنا أقدر إن أنا شغال هنا حوالي جي إس تي من 2 ل 7 سنتي. أنا ممكن أقلل الجراوند سامبلينج بتاعي لو استخدمت كاميرا ريزولوشن بتاعتها أقوى، أو لو نزلت بالارتفاع بتاع الطيران وقت التصوير. طبعا يعني واضح جدا ان التفاصيل ممتازه، يعني كده كاني واقف في الشارع. اخد تطبيق اخير يمكن عندنا هنا، كان في ده تطبيق من اوائل انجاز لمصنع، اقدر ان انا اخد ديجيتال توين للفاسيلتي بتاعتي بالتنكات بالبروسيسنج يونت بالديستليشن يونت بكل حاجه. وبدل ما ابعت فرقه مساحه عشان تعرف لي الكوردينتس بتاعت النقطه دي ايه، بمجرد ما بدوس هنا كده وبدوس هنا بقدر اعرف الماسوره دي مثلا، او الكوع دوت تقريبا احداثياته كام. انا ليه عرضت الاكزامبلز دي؟ عشان نفهم يعني ايه رياليتي موديلنج او تمثيل الواقع. النهارده الطياره بدون طيار واجهزه الرفع المختلفه بتقدر ان هي تديني داتا كبيره جدا 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 من سورسز مختلفه، سواء بوينت كلاود من ليزر سكانر او اوبن لايدار او فوتوجرامتري، او ازاي ادمج الاثنين مع بعض واقدر اطلع اشكال ثلاثيه الابعاد عاليه الدقه بشكل يتيح لي ان انا استخدم الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الهندسه الرقميه بشكل ما كانش متاح قبل كده. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا بنسمع كتير في الدوله المصريه، يمكن في العالم، ومصر سباقه في الجزء ده خصوصا في مجالات زي مجالات الطاقه، عن الديجيتال ترانسفورميشن او الديجيتاليزيشن. احنا كلنا هنا ونفسنا نوصل هنا، يعني كلنا مرحله الاناليسيس عايزين نقدر نعرف احنا ازاي نقدر نأسس البرفورمانس، ازاي نقدر نبقى نزود الانتاجيه بتاعت المنشاه ديت، او ازاي اقدر احل مشاكلي، ازاي اقلل الكوز. طبعا في ظل الوباء اللي العالم بيتعرض له دلوقتي، الناس كلها عايزه تشتغل من غير ما تروح الموقع، وعايزه اقل عدد من الناس موجود او
وعلشان نقدر نوصل للديفينيشن لمشاكلنا، وازاي نعمل دوكيمنت مانجمنت وكونفيجريشن، وازاي اقدر اعمل تاج مانجمنت، وازاي الاسيتس بتاعتي تكون كلها معروفه واقدر احسب الديبريشن بتاعها وعارف مكانها فين. لازم اعمل مرحله الديجيتاليزيشن، ودي اللي بتنقصنا بصراحه. النهارده في مقصد اخمه مطروحه وزاره الطول لعمل 3D موديل باستخدام الليزر سكانر لواحده من اقدم واهم المنشات في مصر. النهارده تكنولوجيا الليزر سكانينج منتشره في مشاريع كتير، سواء في العاصمه التجاريه او يمكن في مثلث ماسبيرو برضه اتعمل له رفع بكامل بالليزر سكانر قبل التطوير والتاهيل بتاعته. وزي ما قلنا عرضنا الجهات المختلفه اللي عندها احدث التكنولوجيات. وانس ان انا عملت ديجيتايزنج، قدرت بعد كده اوصل الانفورميشن تكنولوجي اي تي والانجينيرنج تكنولوجي الاي تي اللي هي الكاد دروينجز بتاعتي والداتا الجي اي اس الموجوده، والاوبريشنال تكنولوجي اللي هي السنسورز المختلفه اللي سواء جايه لي بقى من كاميرات او جايه لي دوكر ستيشنز او مونيتورنج ستيشنز، البيج داتا اللي انا اقدر احط الثلاثه دول كلهم مع بعض على ديجيتال توين. وانس عملت كده اقدر امسك الموبايل بتاعي موقع، اعمل انسبكشن واقارن بالديجيتال توين بتاعي، اقدر احط اي نوتس، اقدر وانا قاعد في الكنترول سنتر اعمل اسسمنت البرفورمانس بتاع الاسيت بتاعي، اقدر اعمل اوبتمايزيشن، اقدر اعمل بريدكشن، واقدر نفس الوقت اعمل اوتوميشن لاي بروسيسز تقدر تسمح لي ان انا اوصل لليفل اعلى من التوفير او ليفل اعلى من الامان او ليفل اعلى من الانتاجيه. بنتحرك بسرعه شويه، اتفقنا ان عشان اوصل لده عشان اعمل ريلتي موديل لازم استخدم الادفانس سيرفينج تولز اللي هي من منتج جميع الشركات في العالم، لايكا، ريجل، تريمبل، فارو، وات ايفر اي منتج. النهارده السوفت ويرز بتقدر ان هي تاخد الداتا دي كلها وتدخلها وتعمل منها رياليتي موديل، بقدر اعمل اكسبورت لانفايرمنتس مختلفه، سواء بقى شغال كاد، اوتوداسك شغال، بنتلي شغال، انترجراف شغال، ازري شغال، اي ديزاين انفايرمنت. النهارده تعريف سريع للمدينه الذكيه. المدينه الذكيه عباره عن مجموعه من الانفراستراكشرز فوق بعض، لازم يكونوا سمارت انفراستراكشر. يمكن تعريف اليونايتد نيشنز للسمارت سيتي، سمارت انفراستراكشر بروفايد ذا فاونديشن فور ذا اول كي ثيمز ريليتد ذا سمارت سيتي. ممكن ابقى عندي مجرد خريطه جي اس عليها كل التفاصيل، بس انا في الاخر بمثل الطوب والحديد، يعني انا مش قادر اعرف الاشاره دي دلوقتي اون ولا اوف من خلال الكنترول سنتر. او عندي سيمي اوتوميتد انفراستراكشر، عندي شبكة كهرباء، لما بيزيد تحميل بقدر اقطع نص الشارع اليمين، بعدين اقطع نص الشارع الشمال، ما اقدرش اضلم حلوان كلها، ببتدي بحمل بوزع الاحمال، لو في وفر في محافظه اقدر ان انا احمل على محافظه ثانيه، فبقى عندي سيمي اوتوميتد انفراستراكشر. او عندي انتليجنت انفراستراكشر، عندي شبكه مترو متصله بشبكه اتوبيس زي اتوبيسات مواصلات مصر، انت لو فتحت ما اعرفش وطبت ولا لسه، بس المفروض ان انت تقدر من موبايل ابلكيشن تقدر ان انت تاخد الباص ده اللي يوصلك في المحطه دي قبل ما القطر يتحرك، تكون ساب لك 4 دقايق تعرف تنزل من الباص وتروح للقطر عشان تقدر تلحق رحلتك، اللي انت مثلا هتاخد القطر الثاني من محطه مثلا ثانيه علشان تقدر توصل للديستنيشن بتاعك، تاخد باص ثالث تقدر توصل في الاخر في رحله محدده اللي هي 30 دقيقه وفعلا توصل في 30 دقيقه. دي كده انتليجنت انفراستراكشر. طب يا سلام بقى لو المدينه كلها متصله ببعض بالشكل، طبعا اوصل لمرحله الفول انتجريتد انتليجنت انفراستراكشر، وده الهدف بتاع السمارت سيتي. انا ممكن يكون عندي شبكه طرق قويه جدا جدا وشبكه طاقه قويه جدا جدا والمباني بقى سمارت وعندي لا قدر الله ستورم نتورك بتصرف 100 الامتار وعندي شبكه مواصلات وشبكه سكه حديد قويه جدا جدا، ولكنهم ديسكونكت مش عارفين اماكن بعض فين. الجهات دي كلها مش عارفه الانفراستراكشر بتاعت مش اولا مش شايفاها مش بتتكلم معاها، وطبعا مش عارفه اماكنها فين، فبالتالي ممكن تحصل مشاكل كبيره زي وانا بصلح حاجه ممكن اخبط خط ميه، ممكن ده يسبب لي مشكله كبيره او يبتدي يغرق لي مكان معين. انا ممكن يكون عندي شبكه صرف في المكان ده بس مش قادر ان انا اشغلها علشان تقدر تسحب لي المية في الوقت المناسب، فعندي question marks كتير قوي. الناحية التانية لو انا عندي connected infrastructure او عندي digital city بقى، اقدر بشكل او باخر
احسن من استهلاكي واحسن من استخدام مواردي، واقدر ان انا اوفر، افتح بطن شارع عشان اصرفه، واقدر اعمل كل الصيانات كلها واصرفه مره واحده ويعيش معايا 10 سنين شويه ايه حاجات لطيفه كده. يمكن احنا عندنا مشاكل غير عاديه خلقنا لها حلول غير عاديه، زي مركز معلومات مجلس الوزراء اللي دي مراكز تبع لشبكات المعلومات في المحافظات المختلفه اللي بتقدر تستخدم تكنولوجيا جراوند بنتريتنج رادار ان هي تعمل حاجه زي كده. خلينا ناخد مثال بسيط. النهارده انا ممكن اكون في عندي خريطه جي اي اس، وانا بستخدم مثلا داتا سورس معين، وليكن رحت علشان اعمل مشروع. المشروع ده ممكن يكون مشروع ترانسبورتيشن، مشروع طاقه، مشروع ميه، مبنى، مطار، جهه حكوميه او تفر. لقيتهم بيستخدموا داتا غير اللي عندي خالص. لقيت حد شغال ازري، حد شغال بنتلي، حد شغال بوتكاسك، حد شغال اوبن سورس، حد شغال طبعا الاو جي سي والستاندرز الجديده الاوبن سورس انتشرت جدا، والدول المصريه بتتجه لاستخدامها بشكل كبير، وده بيجي على عاتقنا احنا كمهندسين ان احنا نقدر ازاي نطور، ازاي نقدر نستخدم البرامج ديت اللي ممكن ما تكونش تكلفتها عاليه بس الامبلمنتيشن بتاعها بيتطلب مهندس شاطر. فانا اضطريت ان انا اخد معلومات من الداتا سورسز دي كلها، وزي الداتا اللي كانت عندي انا، واحطهم كلهم على الرياليتي او الرياليتي اللي احنا شفناه من شويه. يعني انا بس الموديل ده مش مجرد كده جرافيك ريبريزنتيشن، انا باخد جميع المعلومات اللي كانت موجوده سواء عندي او عند العميل او المعلومات القديمه او الديزاين اللي انا لسه بعمله، واحطهم كلهم على بيز ماب، وهي النهارده بدل ما بقت 2 دي بقت 3 دي. اقدر كمان اوصل هنا الاو تي انفورميشن تكنولوجي، الاشاره دي فاتحه ولا لا، الداتا ده شغال ولا لا، واقدر كمان استخدمه ده مع اي انفورميشن تكنولوجي انفراستراكشر، سواء كانت بقى هاردوير، سواء كان اي بي ام، كان اتش بي، كان اس اي بي، كان اوراكل الداتا بيز، وات ايفر. اقدر ادمج الاي تي والاو تي والاي تي، وعايزين الثلاثه ابريفيشنز دول نبتدي نتعود عليهم ان هم دول البوابه بتاعت الديجيتاليزيشن. واقدر اعرض كل ده على كونكتد داتا انفايرمنت، سواء انا او العميل او الاند يوزر او الاستشاري او الجهه الرقابيه، على الرياليتي موديل، ونقدر نعرض ده كله في الاخر على اي جي اي اس ابلكيشن او اي ثيرد بارتي ابلكيشن. هنا يكون عندي مدينه ذكيه، وهنا يكون عندي قدره على دعم اتخاذ القرار. مثلا عندي كوبري بعمله وليكن في مصر، عشان احافظ على السوبر اليفيشن اللي موجود في الملف لازم اعمل مساحه، اعمل رفع مساحي ضخيم جدا جدا جدا، ولو عملته بتوتال ستيشن او لو عملته بجي بي اس سيستم انا ببتدي بقف في النقطه اللي انا بقف فيها بس، اللي هي ميزانيه 5 متر في 5 متر مثلا، ميزانيه شبكيه 5 متر في 5 متر. لو جيت عملت انتربوليشن للنقطه اللي بين ال 5 متر ده والمتر المتر الاول والمتر الخامس، ممكن ابتدي افقد اكيورسي. انما لو رفعت بليزر سكانر او طياره بدون طيار الموضوع هيختلف طبعا، لان هيبقى عندي دقه عاليه في كل نقطه، واقدر اعمل ديزاين على الموقع. لو بعمل نفق او بعمل مترو انفاق، اقدر ان انا اوقع جميع الانفراستراكشرز اللي موجوده سواء صرف او كهرباء او غيره على الرياليتي موديل اللي انا رفعته الفريش، واقدر اعمل ديزاين بقى. انا ممكن احرك المحطه 200 300 متر يمين او شمال او قدام او ورا، واوفر على نفسي هيد كبير جدا جدا جدا، لان انا تفاديت شبكه صرف لما اكتشفتها بعد الحفر كلفتني 3-4 سنين عمال احاول بقى هي احفر بايدي علشان ما اخسرش حاجه، وعلشان حاجات كتير يمكن واجهناها في مشاريع كتير. فالنهارده بقدر استخدم ده في البلاننج، في الديزاين، وفي الكونستراكشن، وفي الاوبريشن، وفي الريهابيتيشن تاني ارجع بلاننج، اتس سايكل. كل ده على كونكت داتا انفايرمنت من خلال اي داتا سورسز، مش شرط تكون بنتلي، مش شرط تكون اوتوداسك، مش شرط تكون أديفا وتبي، لأن أنا بتكلم على هندسة رقمية تشمل جميع أنواع التطبيقات. هنا عندي محطة مترو، قدرت بسهولة إن أنا أخد الديزاين بتاعي وإن أنا أحط وأبتدي أعمل له سيميليشن، وأبتدي بعد ما أعمل سيميليشن كمان أبتدي أشوف عندي أي مثلا مشاكل في التصميم، في التنفيذ أو غيره، كل دوت على الرياليتي موديل اللي هو الحقيقة، يعني المحطة كده في مكانها بقى. لو عندي مثلا اي مشروع هعمله
وبروح النهارده مثلا الداتا معينه عندي بتاعته بايزي، وصرف الكهرباء ده بتحصل بسمول وورد او ببنتلي، والناس راسمين الرسومات بتاعتهم كلهم على اوتو ديسك. اقدر عايز اعمل انا سيتويشن اناليسيز، بقدر اخد من خلال تكنولوجي يمكن بنتلي بتقدمها اسمها اي موديل بريدج كمثال، يعني بقدر اخد الداتا اللي انا عايزها من كل داتا اونر، اخد الداتا اللي انا عايز اعمل سيتويشن اناليسيس بتاعي واعمله احطه على رياليتي مش، وبعد كده خلاص كل حد محتفظ بالداتا بتاعته. انا هحرك بسرعه شويه علشان ما فضلناش وقت كتير. نقدر رياليتي موديل بقدر ان انا احط عليه داتا هاند هيل موديل، اسف داتا هاند موديل يعني لسه ما بالكاد، مثلا فيكتور داتا جايه من بوينت كلاود، داتا جايه من طياره طيار، داتا معموله سيماتيك مابينج، داتا جايه من خلال لايدار باكيورسي مختلفه، بقدر اعمل ميرج كل ده على بيز ماب واحده، واقدر كومباين الداتا دي كلها. اقدر لو انا النهارده الحديقه دي اقلبها اعمل فيها مثلا مدرسه، بقدر ان انا كصاحب مدرسه اقدم للحي تصور طبعا بنرفع رياليتي موديل وابتدي بحط له التصور بتاع المدرسه، المساحات الخضراء شكلها عامل ازاي، الشمس هتدخل منين، يعني كل ده بقدر اعمله من قبل ما اخد التصريح او قبل ما اشتري الارض اصلا. طبعا ده واحد من اهم تطبيقات الجي اي اس التفاعليه، استخدام الرياليتي موديل مع الكاد مع الويب ديزاين مع بعض. طبعا هنا دي خريطه ثلاثيه الابعاد، قدرت بسهوله بقى اعمل بلوتنج انفورميشن، المبنى ده فيه حد مصاب، المبنى ده فيه حد محتاج نقل دم، المبنى ده دفع الكهرباء، المبنى ده دفع الضريبه العقاريه، بقدر احط مجموعات كبيره من اللايرز مع بعض في خريطه، ممكن يقدر كل ستيك هولدر او كل مستخدم الخريطه يشوفها بشكل مختلف عنه. هنا اقدر برضو ارفع الطرف بكامل عاديه من شرط الطياره بدون طيار، اقدر ارفع بتاعت خدمه مثلا، اقدر ان انا هنا بدل ما بعد ما حفرت مثلا علشان اصلح حاجه قبل ما بردم تاني بصور بتليفوني او بموبايلي او بكاميرا، مش شرط تكون عاليه الدقه، من خلال الاوفرلابنج واقدر من خلال التكنولوجي دي ان انا اعمل سيفنج للفايل ده، ويمكن حد يستفاد منه بعد 5 أو 10 سنين لما يجي يحصل له جاي يصلح مثلا كابل الكهرباء ده، فيبقى عارف الاصلاحات اللي اتعملت ايه بدل ما امشي بعلم في الشارع علشان هنا في بلاعه ولا هنا في كونكشن. بقى عندي فوت برنت للمباني، وبقى عندي انفراستراكشر تحت الارض، عارف اماكنها فين، واقدر الحاجه اللي انا ليها اثبت، بعرف ان ليها اثبت، الحاجه اللي محتاجه فيريفيكيشن بعمل لها فيريفيكيشن لما محتاج ان انا اشتغل في المكان ده. كل اللي قبليه استفاد، وكل اللي بعديها استفاد شغلي، وكل اللي قبليه انا استفدت من شغلي. طيب نتحرك بسرعه، تطبيقات مختلفة طبعا زي الفلود اناليسز، انا ممكن ابتدي اشوف مثلا جزء في شارع 90 بيغرق ليه، ابتدي اعمل رياليتي موديلنج وابتدي انزل ميه افتراضيه على السوفت وير، وابتدي اشوف الاماكن اللي فيها مشاكل، ابتدي اعمل فيها صرف مثلا، لما اشوف النحر في السواحل، ابتدي اشوف الجلوبال وورمنج والافكت بتاعه على المناطق الساحليه. تطبيقات كتير جدا بنقدر نعملها بالرياليتي موديل. اتفقنا سمارت انفراستراكشر بروفايد ذا فاونديشن فور اول ذا كي ثيمز اوف سمارت سيتي، مفيش سمارت سيتي غير سمارت انفراستراكشر. طيب انا النهارده كمهندس ازاي اقدر استخدم التكنولوجيا دي؟ برفع بطاقه بدون طيار بكاميرا بليزر سكانر او حتى بتليفون، قبل المشروع بعمل بلاننج، انا النهارده عايز اعمل مشروع على جبل المقطم، هعمل مول مدخله الدور الاخراني من المقطم ومدخله الدور الاولاني من المعادي مثلا، وات ايفر فكره، برفع الرياليتي وببتدي اعمل التصميم بتاعي مناسب للي انا عايز اعمله. وبعد كده وقت الديزاين والكونستراكشن بعمل كونستراكشن فيريفيكيشن، وكل اسبوع برفع سواء بالطياره او بالليزر سكانر وبجيب قبل وبعد. وهنا قدرت بسهوله ان انا لما اكتشفت مشكله كراك معينه في جسم كوبري او حاجه، قدرت ان انا بصورها بتليفوني وبعت ده المينتنس والاوبريشن وببعتها للكنترول سنتر، بقول لهم والله النهارده المشكله اللي في الاسمنت دي بتزيد وابتدت تكشف وسرطانه، ف وعندي تايم لاين، فببتدي ببعت بوجه الصيانه بتاعتي او بقلكت البادجت بتاعي في الصيانه ان هو ده يتصلح بسرعه، فما يحصلش ان هو الكوبري يحصل له مشكله كمان 20 30 سنه لان انا ابتديت الصيانه من دلوقتي. كل ده على كونكت داتا انفايرمنت من خلال الريتي موديلنج بتاعته. تمثيل بسيط كده، وانا عندي موقع ابتدي ارفعه مره في الاسبوع، الطياره ممكن طبعا ما تعداش ال 1500 ولا 2000 دولار، كانوا في 30 40 50000 جنيه،
لو قدرت ان انا اصور بيها مره في الاسبوع وبعمل معدل انجاز بالشكل ده، اقدر ان انا اطلع كاد اثبت للدرونج ديت بسهوله من خلال سوفت ويرز متخصصه. اقدر يعني احنا نقول لي طياره طورت حوالي 10 او 15 دقيقه 200 صوره، الصوره الواحده 12 ميجا بكسل، صورت مره في الاسبوع، اقدر يكون عندي رياليتي موديل بالشكل ده، اقدر اعمل عليه كل الكالكوليشن اللي احنا شفناها، اقدر اعمل فوليومتريك كالكوليشن، اقدر اشوف العرض الماسوره دي قد ايه قبل ما اردم. انا بعمل دلوقتي انا بروجكت مانجر، وابتدي احسب بقى الكميات اللي انا محتاجها مع عربيه في نقل الراتش دوت، او الراجل المورد نزل لي قد ايه في اليوم الفلاني، وارجع للتايم لاين. تطبيقات لا نهائيه اكتر من خلال ان احنا نتحكم في مشاريع كتير انها تخلص بسرعه وباقل سعر باقل تكلفه ومن غير اي كومبرومايز. انا مش محتاج ان انا في الاخر المبدا بتاعي ما ملوش علاقه بالديزاين، لان انا كل واحد ماشي في اتجاه، لا احنا بنعمل ديزاين فيريفيكيشن. طيب واحده من التطبيقات اللي ممكن قلنا هنتكلم عنها يعني كمشروع قومي شغال دلوقتي، جهات كتير يمكن شغاله عليه، تطبيقات الماين. طبعا في لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده ونتكلم عنه كتير قوي، ازاي نقدر كمان نسيب مساحه، ازاي نقدر ان احنا نفيد في تطبيق زي ده، بدايه من الاشعار عن بعد، سواء هنركب كاميرات بصمه طائفيه او هنقدر نعمل حصر للبيز ماب علشان اقدر اعمل خريطه استثماريه بشكل يتيح لي ان انا اشوف مين هيحجر فين او هيعمل ايه. جي اي اس استخدم طبعا في الماين سايكل بلاننج، في التانل والريل والرود نتورك. طبعا مثلا مشروع زي فوسفات ابو طرطور اللي بنتابع، هذا كان في خط حوالي 800 كيلو او 150 كيلو من ابو طرطور لقينا، وبعد كده من هنا السفاجه دوت وقت الاضطرابات اللي حصلت ما بين 2011 و2013 اتسرق كله، النهارده بيتعاد تأهيله من اول وجديد، والمقطع بيتعاد تأهيله من اول وجديد، والمحجر نفسه بيتعاد تأهيله من اول وجديد، وبتعمل بتعمل سيور عشان تنقل الماده الخام من المحجر للمصنع. كل دوت الحمد لله يمكن كان لينا من خلال يعني شركات اشتغلت فيها، او انا كمهندس استشاري قدرت ان انا قارنا ما بين استخدام التكنولوجيا العاديه في الرفع المساحي وما بين ان انت تستخدم طياره بدون طياره عشان تعدي من الجبل وترفع منطقه مهوله زي دي. فطبعا البلك ماتيريال هاندلنج برضه دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي شغاله في مواقع كبيره. وبعد كده المصنع نفسه، سواء البلانت ديزاين والليزر سكاننج عشان يبقى عندي اسبيل في الفوتوجرامتري، وازاي يكون عندي ديجيتال توين، وفي الاخر ازاي اعمل كونستراكشن فيريفيكيشن عشان اتاكد ان انا ماشي على المصنع صح. هناخد تطبيقات، يمكن في طياره موجوده عندنا في مصر عند الهيئه الهندسيه، ده كان محجر، منطقه كبيره فيها محجر وفيها مصنع للاسمنت، اسمنت الكوره، تم رفعها بالطياره دي بتكنولوجيا الليزر سكاننج حوالي نقدر نقول حوالي في 5 دقائق بس. كان عندنا 3 دي موديل للمصنع بالكامل والمنطقه الدائري بحلوان بكوزيكا كل حاجه. دي بوينت كلاود بتمثل المصنع بدقه عاليه جدا جدا، ممكن توصل ل 5 مللي. نشوف خط الكهرباء ممثل ازاي، طبعا دقه عاليه جدا في الرفع، تطبيقات صناعيه او تطبيقات حساسه كتير. عندنا مثال تاني، لو انا مش محتاج الدقه العاليه دي وعايز اعمل رفع بشكل اقل، يمكن ده كان جهاز موبايل مابينج سيستم برضه بالليزر سكانر جبناه وكان قدمناه الاول في كليه هندسه شبرا، قسم مساحه، يعتبر الكليه الوحيده اللي فيها قسم مساحه بس في مصر لغايه وقت قريب، كان بس في افريقيا والشرق الاوسط كمان. دي كانت معده مهمه جدا ان احنا كنا نتعرف عليها، تدمج ما بين السكاننج مع التصوير مع الجي بي اس مع الناشونال ميجرمنت يونت مع الويل ميترز، كل ده على عربيه. انا مجرد وقفت بين ستيشن واتحركت بالعربيه قدرت اعمل رفع مساحي للمباني دي كلها، وجالينا نشرب بعد كده ان احنا قعدنا مع الطلاب ومع اساتذتنا وشرحنا لهم التكنولوجيا دي بتشتغل ازاي. الكلام ده كان من فتره حوالي من 4 سنين او 5 سنين. بعد كده برضو مرصد حلوان والمساحه العسكريه وجهات كتير اشترت تكنولوجيا من نفس النوع ده، وقدرنا من خلالها ان احنا
يكون عندنا موبايل مابينج سيستم، تقدر تمشي ترفع يعني طرق وترفع منشآت مختلفة بسرعة ودقة عالية جدا جدا. نفس الليزر سكانر خدته وركبته على ترايبود وركبت 4 بمحجر، انا ممكن اوصل لرينج 2 كيلو بالرفعة الواحدة بجهاز زي ده، لو فاكر المحجر ضخم ازاي. بعد ما خلصت الرفع بتاعي، في اماكن ممكن تكون تحت او مكان اماكن ورا المصنع مش قادر ان انا اوصل لها، باخد الجهاز بتاعي بفكه من على الترايبود وبركبه على العربية، وبقدر بعد كده ان انا اتحرك براحتي. ويمكن الدقة بتقل من 1 ملي توصل لخمسة او ستة ملي او توصل يعني سب سنتيمتر، which is يعني دقة مرعبة، واقدر ارفع مساحات مهولة في نفس الوقت. خلاص انا كده بتحرك براحتي. يمكن خلينا نشرف برضو ان احنا رفعنا مدينة العالمين، عملنا الحزام لمدينة العالمين ورفعنا أجزاء كبيرة منها قبل الإنشاء في 2014 باستخدام نفس المعدل. كانت جاية كانت معروضة على القوات المسلحة. طيب لو أنا مش هستخدم الليزر سكاننج ومش محتاج الليزر سكاننج، عشان في الآخر أنا مثلا عندي محجر مش محتاج إن أرفعه بدقة الملي ودقة السنتي، أقدر أستخدم طائرة الطيار بتطير على خطوط طيران متداخلة بشكل أمامي وشكل جانبي، وبقدر باستخدام تكنولوجيا الفوتوغرامتري أو علم الفوتوغرامتري بقدر إن أنا أعمل بروسيسنج وأطلع 3D رياليتي موديل بالشكل ده. أقدر أرفع مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو مرة بعد التفجير مثلا أنا بستخدم الديناميت، أو مرة عند الحصر لو أنا جهة رقابية، وأقدر بمنتهى السهولة واليسر أنا اعمل مانيوال فوليومتريك كالكوليشن، او اقدر استخدم الماشين ليرنينج او التشينج ديتكشن تولز اند سوفت ويرز، يقدر يبقى عندي بلاتفورم ضخم اقدر من خلاله ان انا احصر الكميات على مستوى الجمهوريه بشكل اوتوماتيكي. واقدر كمان الفلايت بلان اللي طبعا طارق مرة محدش بيغيرها وبيوجه يمين وشمال وبيفضل يصور بايده 100% اوتونوموس، وبقدر ان انا اعمل ري فلايت للمنطقه دي كل ما باجي تاني علشان اتاكد ان الصور اتاخدت من نفس الاماكن، واوقف الجهاز البيز ستيشن بتاعي على نفس النقطه، فبالتالي بقدر اوصل لاكيرسيز عاليه جدا جدا. لو وصلت مرحله لو عندي مصنع بعمل له اعاده تاهيل، بقدر ان انا ارفع الرياليتي، بقدر ان انا احط الديزاين بتاعي للمرحله الثانيه من المصنع احطها في نفس المكان، واقدر احسب اذا كان عندي اي مشاكل في الديزاين في اي تداخل ما بين الانشاءات المختلفه، واعرف ده وانا موجود في الموقع او انا لسه موجود في المكتب. ابتدي ارفع الموقع وابتدي اعمل حساب وقت التركيب ان ما يحصلش اي كونفليكس تخليني اعمل اي تشينج ريكوست، فبالتالي يحصل فاريشن عن الديزاين، فبالتالي ده يأثر على المراحل المختلفة. النهارده شفت الماسورة الصفراء دي ان انا لو عملت لها ديزاين بالشكل ده هي هتخبط في الاي بيم ديت رياليتي، فببتدي ان انا بغير المسار بتاعها بشكل يناسب رياليتي ويناسب التطبيق اللي انا بعمله، وفي نفس الوقت يوفر لي في الكوست وقت وقت التنفيذ. طبعا انا بشكركم جدا جدا جدا، واتمنى ما اكونش اطلت عليكم. لو نقدر ناخد اسئله. طيب لو في اي اسئله انا موجود، يمكن الصفحه بتاعتي على الفيسبوك عزت صبري، واقدر ان انا ارد على اي اسئله ليها علاقه بالسيشن. السيشن هتكون موجوده لو اي حد عايز يتفرج عليها، وانا البروفايل بتاعي على لينكد ان برضو عزت صبري، يكون لي الشرف ان انا اجاوب على اي اسئله ليها علاقه باي موضوع اتكلمنا فيه او حاجه ما اتكلمناش فيها. شكرا، صباح على خير.